السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة خبر ومعلومة مع تفعيل جرس التنبيهات لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. عاجل ولي العهد المغربي مولاي الحسن الشجاع يلقن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون درسا لن ينساه بعد إساءته للنبي محمد والمسلمين، ويوجه رسالة خطيرة لفرنسا ويفرح المغاربة والمسلمين. لا زال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يواصل الجدال في الوطن العربي بعد الهجوم الكبير الذي قام به في الأيام الأخيرة اتجاه الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وقام الرئيس الفرنسي ماكرون بنشر صور ورسومات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أثار غضب المسلمين مطالبين بمقاطعة جميع المنتوجات الفرنسية. وكذلك الأمر أثار جدالا كبيرا في المغرب، خاصة وأن فرنسا تعتبر شريك كبير للمملكة المغربية، وقد طلب عددا من المواطنين المغاربة في حملاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة حصص تدريس اللغة الفرنسية في المدارس، حيث أن اللغة الفرنسية تعتبر لغة ثانوية ومهمة في المغرب. لكن ما أثار أعجاب الجميع وأثار فخر المغاربة هو التصرف الشجاع والغير متوقع الذي قام به ولي العهد مولاي الحسن قبل قليل، حيث تداولت عددا من وسائل التواصل الاجتماعي على أن مولاي الحسن وبسبب حرقته وغيرته على النبي محمد والإسلام أمر بإيقاف استيراد جميع المنتجات التي تحمل الماركة الفرنسية للمغرب حتى إشعار آخر، وهذا تضامنا مع الإسلام والمسلمين. هذا وزال القرار حاليا لم يطبق بعد، لكن ذكرت نفس المصادر على أن مولاي الحسن يجري حاليا اجتماع بالعاصمة الرباط من أجل الوصول إلى اتفاق لمنع استرداد المنتجات الفرنسية وكذلك إيجاد بديل آخر لها. وما قام به مولاي الحسن أثار إعجاب المغاربة معبرين عن مدى فرحتهم وفخرهم لما يقوم به الأمير الشاب مولاي الحسن أطال الله في عمره.